مساء الخير. مساء الخير يا مدام معزه لحضرتك وكل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك، هل الوضع بيزداد تعقيدا بعد مساله الطائره الخاصه اليوم دكتور سمير؟ والله امبارح يا مدام معزه حصل نقولي انا بسميه تحرش عسكري، مش هقول قتال او ان الاصطلاح ده اول مره ممكن يطلع وهو تحرش عسكري مباشر. ايوه حضرتك اللي سقيت النهارده هذا المصطلح. ده فعلا مصطلح جديد. خش بقى المصطلحات العسكريه. لانه ده كان بين عناصر الصراع الجوي الامريكي وروسيا. ايه اللي حصل؟ الاول بس يا ريت نشوف اول صوره عندنا. يلا نشوف الصوره يا شباب. يلا جاهز. الصوره الاولانيه هي صوره الطياره المسيره الروسيه. لا عايزين الطياره المسيره الروسية. صوره الطياره يا شباب. الطياره الاول. الطياره المسيره الروسيه الأمريكية. أيوة. هي أحدث طيارة موجودة في العالم. لا أوبا. أول صورة أول الطيارة دي يا مدام عزة أحدث طيارة مسيرة تكلفتها 40 مليون دولار. يا خبر أبيض. الطيارة بقى اللي بتطلع من إيران أو أوكرانيا آلاف الدولارات وأقصى حاجة 2 مليون. لكن لما تطلع لنا النهاردة أمريكا بطيارة 40 مليون، لا دي معناها فيها أحدث التكنولوجيا اللي موجودة في العالم. تمام؟ هذه الطيارة حتى جينا قارنها بالطيارات مثلا الاف 16 ثمنها 100 مليون، السكوي 27 80. دخلت طيارة فيها أكثر كمية تقنية وتكنولوجيا في العالم. الطيارة دي بتقدر تعمل عملية استطلاع، بتستطلع كل المواقع والدفاعات. بتطلع بتصور بالليل وبالنهار وتصوير حراري، يعني لو كان في 40 دبابه هنا كانوا من اربع ساعات تقول لك كان هنا في 40 دبابه. يعني غلاء او غلو هذه الطياره في امكانياتها طبعا. وقدراتها. وبعدين بتشيل اربع صواريخ، بتشيل رادارات. ايوه. المدى بتاعها 3000 كيلو، الطيارات الثانيه بالكثير 1500. ايوه. طبعا بتطير اربع ساعات متصله، اربع ساعات. تطير وتلف وتصور وترجع تاني. ايوه. فعشان كده هنا التكنولوجيا بتاعتنا. ايوه. عايزين نشوف بقى اول صوره حطوها عندنا. ايه اللي حصل بقى امبارح؟ ايوه. امبارح ان فوق البحر الاسود طياره استطلاع امريكيه اللي هي دي بدون طيار. ايوه. اللي هي اسمها ريبير. طارت فوق البحر الاسود اللي قدامنا. ايوه. فطالعه بتستطلع بقى بتعرف كل المواقع الروسيه وجزيره القرم والمنطقه الحمراء اللي هي القوات الروسيه. ايوه. طبعا ده قلق الروس. ليه؟ لان النهارده الروس بيشوفوا ان المعلومات دي بتجيبها الطياره بتديها الاوكرانيين، اذا بتديهم الاهداف اللي هيضربوها، فين الرادارات الروسيه؟ فين الاستطلاع السلكي الروسي؟ فبالتالي كده بقول بدات الحرب. الطياره دي راحت طلعت. تمام. فطلعت وراها طيارتين سوكوي 27. تمام. وعشان كده انا بقول تحرش ليه؟ اول طياره راح جايه قدامها وراحت راميه شويه وقود في وشها. ايوه. فده بالتالي ادانا انطباع النهارده ان الطيارات دي لما بترمي عليها غاز او وقود بيحصل تشويش على الموجات بتاعتها. لان هي متسيطر عليها، خلي بالك هي شايله فوق البحر الاسود. ايوه. متسيطر عليها من امريكا. نعم. عبر الاقمار الصناعيه. يعني الكنترول.